هذه الحالة ما عرضت حياته للخطر، لكن قتلته 9 مرات. بعد التوقف الكامل لضربات قلبه، استمرت عملية إنعاشه أكثر من 45 دقيقة. السلام عليكم، أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، رجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قبل أن نبدأ بأي قصة لليوم، إذا كانت هذه أول مرة لكم في القناة، قناتي ببساطة تتكلم عن مواضيع غريبة ومثيرة للاهتمام، تحاول تشرح عالمنا الخفي المليء بالظواهر الغريبة. أقنعتكم؟ اشتركوا في القناة، فعل زر التنبيهات عشان ما يفوتكم أي شيء. طلب أخير قبل لا نبدأ، أتمنى إذا أنكم حبيتم تدعموني تساعدوني على الاستمرارية أنكم تنشرون القناة في كل مكان. خلينا نبدأ بتفاصيل قصتنا لليوم. قصتنا لليوم غريبة، وأنا عن نفسي شخصياً أبداً ما سمعت عن هذه الحال أو المرض من قبل. لكن خلينا قبل لا نبدأ في قصتنا لليوم نتفق على شيء واحد. دائما ما نسمع عن حالات لأشخاص يرجعون من الموت بعد عمليات خطيرة وجهود جبارة من الأطباء عشان ينقذون حياة هؤلاء الأشخاص، لكن هل تصدقوني إذا قلت لكم إن في شخص رجع من الموت 9 مرات؟ حتى القطط بتكون مستغربة، القطط عندها 7 أرواح. لكن صاحب قصتنا لليوم كان يعاد الحياة في كل مرة ويعيش حياته الطبيعية مثل أي شخص ثاني إلى حين اللحظة. قلت لكم قصتنا لليوم راح تكون غريبة، خلينا نبدأ في التفاصيل. صاحب قصتنا الغريبة لليوم يدعى جيمي بول، هو رجل استرالي مقيم حاليا في لندن، يعاني من حالة ومرض خطير وغريب. هذه الحالة ما عرضت حياته للخطر، لكن قتلته 9 مرات. هذا المرض معروف بمرض تضخم عضلة القلب المتراكز. سبب هذا المرض خلل دائم في قلب جيمي اللي كان يؤدي إلى توقف تام في نبضات قلبه بانتظام. تخيلوا معي أن جيمي يشخص بهذا المرض منذ ولادته، وهي حالة يكون فيها جزء من عضلة القلب أكبر كثافة، يكون هذا الجزء بالذات أقل قدرة على ضخ الدم بسبب كثافته، وفي معظم الحالات تكون النهاية مميتة إذا لم يتم علاج هذا المرض. لكن لا تفهموني غلط، هذا المرض أبدا مو نادر، من بين كل 5000 شخص يوجد شخص مصاب بمثل هذا المرض، وهذا عدد يعتبر كبير في الأوساط الصحية. لكن في باقي الحالات دائما ما يتم حل هذا الخلل بتدخل طبي، ويقدر كل المصابين انهم يمارسون حياتهم طبيعية تماما بدون اي تهديد يعرض حياتهم للخطر. لكن حالة جيمي الغريبة هي اكثر الحالات تعقيدا واكثرها خطورة على كلام الاطباء. جيمي اللي يعمل كخبير تقني مبدع بدأت أول حالاته ونوباته مع هذا المرض يمكن يبلغ من العمر 20 سنة فقط. بعد التوقف الكامل لضربات قلبه استمرت عملية إنعاشه أكثر من 45 دقيقة. بعدها دخل جيمي في غيبوبة استمرت لأكثر من 2 أسبوع، اللي انتهت أخيرا بخبر صادم لحياة جيمي اللي أخبره الأطباء أنه يجب عليه أن يتعايش مع هذا المرض طوال حياته. ومن يوم هذه الحادثة وجيمي كانت تمر عليه نوبات حادة تهدد حياته في فترات متفرقة اللي وصلت إلى الآن ل9 مرات فارق فيها جيمي الحياة. وفي كل مرة كان جيمي يمر بمثل التجربة الفظيعة. وبسبب حالة جيمي الغريبة والخطيرة كان معظم الأطباء ينصحون أنه لازم يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، لأن الموضوع أبدا ما كان لعبة. كان لازم على جيمي أنه يسافر فقط باستخدام القطارات لأنها أقل حركة وأقلها خطورة، بدون أي حركات مفاجئة ولا أي رياضة خطيرة، ويتجنب أي شيء ثاني من الممكن أنه يسرع نبضات قلبه ويعرض حياته للخطر. لكن هل تتوقعون أن جيمي ملتزم بكل هذه الاحتياطات؟ خليني أقول لكم أن جيمي يعيش حياة طبيعية أكثر مني ومنكم. جيمي يقضي معظم وقته في الاستكشاف والسفر في جميع أنحاء العالم وممارسة هوايته المفضلة اللي هي التزلج على الجليد. ومثل ما يقول جيمي عن نفسه أنه ما راح أبدا يسمح لحالة الخطيرة أنها توقف أمام استمتاعه بالحياة. جيمي متعايش جدا مع هذا المرض، ودائما يقول ان والدته اذا اتصلت عليه عشان تطمئن عليه يكون اول سؤال لها: هل مت هذا الاسبوع؟ بسبب مخاطرته وعدم اهتمامه في صحته. وفي النهايه يتوقع الاطباء ان جيمي قادر على التعايش مع هذا المرض باستخدام قلبه ل5 سنوات قادمه. يامل فيها جيمي انه يزرع قلب جديد عشان يتخلص من كل هذه الهموم ويعيش حياته الطبيعيه مثل اي شخص ثاني. صحيح ان قصتنا لليوم غريبه، ويمكن ابدا ما سمعنا عن هذه الحاله وهذا المرض من قبل، لكن انا ابغاكم تركزون على شيء واحد، هو شخصيه جيمي. بالرغم من مرضها الخطير انه ما يعرف متى راح تكون النهايه، متى راح تكون المره القادمه اللي يدخل فيها غيبوبه ما راح يستيقظ منها ابدا، لكن جيمي ابدا ما خلى الخوف يسيطر على حياته ويمنع من الاستمتاع. كلنا وانا اولكم نملك مثل هذه المخاوف بداخلنا، لكننا نملك الخيار ان نخلي هذه المخاوف تسيطر على حياتنا ام لا. وبكذا تكون نهاية قصتنا البسيطة لليوم، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. لا تنسون اللايك إذا عجبتكم القصة، ولا تنسون السبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات عشان ما يفوتكم أي شيء.
شاركوني كومنتاتكم عن هذه القصة تحت في الكومنتات. أتمنى إذا أنكم حبيتم تدعموني وتساعدوني على الاستمرارية أنكم تنشرون هذه القناة في كل مكان. ما عاد باقي أي شيء ونوصل 1000 سبسكرايبر أخيرا. قبل لا أنسى تابعوني على حسابي في الانستغرام وعلى حسابي في السناب شات. من اليوم ورايح راح نبدأ سلاسل جديدة في السناب شات والانستغرام، شرفوني هناك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتظروني الأسبوع الجاي بقصة جديدة. سلام.